احنا لم يدعم قبل كده القطن، قبل كده لم يدعم، لم يتم دعم القطن. الدعم تم هذا العام لدعما للفلاح للظروف اللي مر بيها، لكن لا. القطن لم يدعم سابقا، لم يكن هناك دعم سابق في السنوات السابقة للقطن، عشان لا. الناس بتنقل الكلام بشكل خاطئ وبتنقل في وسائل الإعلام معلومات مغلوطة. احنا بنقول احنا عايزين نزرع زراعة مرتبطة ان الفلاح ما يخسرش بشكل مباشر. نعم. طب دكتور علي، يعني أخيرا، الدولة هي اللي بتحدد مساحة الأراضي المزروعة بالقطن سواء يعني في مختلف المحافظات، ولا كل فلاح بيختار بنفسه إذا كان يزرع قطن أو يزرع أي محصول؟ عندنا حاجتين، هو كلام سيادتك مظبوط، احنا عندنا حاجتين. عندنا أول حاجة اسمها السياسة الصنفية. السياسة الصنفية بنقول المحافظات، والمحافظات دي يجوز فيها زراعة صنف أي صنف بالقطن، لأن في حظر تداول ونقل قطن ما بين المحافظات، يعني مش كل المحافظات بينجح فيها زراعة القطن. الدولة هتحدد الخريطة الصنفية للناس، لكن في نفس الوقت بنقول لهم انت المزارع غير مجبر في اي زراعة حتى الوقت. بعد تحرر الزراعة المصرية لم نعد نجبر اي حد منذ 10 سنوات. يعني كل واحد بزرع بطريقته وبزرع المحصول اللي هو عايزه. المحصول اللي هو عايزه. ده من زمان مش من النهاردة. فاحنا بنحاول نوجه الفلاح ان السنة دي احنا مثلا محتاجين 200,000 فدان، بلاش نعمل 500,000. نعم. عشان كل ما تزيد السلعة في السوق هيبقى في لعب معروض كتير، وبالتالي تعرض وطلب، كلما زاد المعروض وقل الطلب بتنخفض السعر. احنا محتاجين نرفع سعر القطن المصري ونحافظ على القطن المصري، وبالتالي نزرع مساحات مرتبطة باحتياجاتنا التصنيعية. وضحت وجهة النظر دكتور علي إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب وزير الزراعة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التوضيح. متابعة إخبارية أخرى وتتابع جانبا من نشاطات سيد رئيس الوزراء، حيث قام اليوم الأحد بزيارة لمؤسسة دار الهلال للطباعة والنشر. معالي رئيس الوزراء أكد أنه لا تصفية أو بيع للمؤسسات الصحفية القومية، بل سيتم الحفاظ عليها مع إصلاح هياكلها الإدارية لتستعيد دورها التثقيفي والتنويري. خلال جولته مؤسسة دار الهلال، وجه رئيس الوزراء حديثه للعاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال، مؤكدا على أن المؤسسة ملك لهم، وطلبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل حتى تستعيد المؤسسة مكانتها المتميزة. نتابع المزيد حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي، وبعد هذه المتابعة لنا أيضا متابعة واستكمال لمناقشة الموضوع. في إطار دعم ومساندة المؤسسات الصحفية القومية، قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ودار الهلال تفقد خلالها المطابع، والتقى بالعاملين فيهما من صحفيين وإداريين وعمال. توجيه واضح ورؤية واضحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحفاظ على مؤسساتنا القومية في مجال الصحافة ومجال الفكر. فايه اللي كان بيفكر في يوم ما او ان يقول ان في توجه لتصيت او لان هذه المؤسسات العملاقه ما تلعبش الدور اللائق بها؟ لا. عقب تفقده لهذه المؤسسات، انتقل محلب لتفقد حي الأسمرات بمنطقة المقطم برفقته عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة، وذلك لمتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الذي يستهدف تسكين قاطني المناطق العشوائية. في 240 ألف وحدة سكنية بينفذوا على الأرض، وزي ما بقول دايما الحمد لله الجودة ملحوظة في هذه الوحدات السكنية. في عمل دؤوب ليل نهار في مجال الإسكان، في تسليم وحدات بدأ فعلا في مدن كثيرة ومستمر. الحقيقة هي مع أول العام الجديد هي بشرة كلها خير، وإس تصميم وإرادة إن احنا بنكمل، والمهم إن احنا نخلص المشروع بالكامل خلال عام. خطة واضحة جدا إن شاء الله إن احنا نحاول نحل بأسرع وقت ممكن مشكلة المناطق الغير أمنة في العشوائيات. احنا عندنا 50,000 وحدة سكنية محتاجين لازم إن احنا نبنيهم. النهارده هنا 5,000، قبل كده كان في مشروع معا 5,000 اخرى، يعني وما زال هناك عندنا محتاجين 40,000 وحده على مستوى الجمهوريه. النهارده مع وزاره العشوائيات والاسكان والمحافظات
بنحدد اراضي وبنحط خطه بتاعتنا، ربنا يكرم ان شاء الله نحاول نحل هذه المشكله في خلال سنتين مثلا، سنتين لثلاثه. ثم قام محلب بالتوجه لشارع مؤسسة الزكاة بحي المرج لمتابعة أعمال التطوير التي تجرى به، والتي شملت الانتهاء من إزالة العشوائيات بالناحية الشرقية للشارع وتسكين قاطنيها في المشروع القومي للإسكان التابع لمحافظة القاهرة. في ظل ما يواجهه الوطن من تحديات كبيرة على كافة الأصعدة، يقوم رئيس الوزارة بتحركات مكثفة لزيارة ودعم العديد من المؤسسات والمشروعات المختلفة. على هذه التحركات تحقق ما يطمح فيه المواطن المصري من نهضة وتنمية في شتى المجالات. عمرو عبد العزيز، النيل. أهلا بكم مجددا، واستمرارا لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ غالي محمد رئيس مجلس إدارة دار الهلال. أهلا بك أستاذ غالي. أستاذ غالي أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. بداية يعني دلالات زيارة رئيس الوزراء للمؤسسة، يعني كيف تبعتموها في مؤسسة دار الهلال؟ هي دلالة زيارة رئيس الوزراء أنه عايز يقول رسالة أن في اهتمام من الرئيس السيسي بالمؤسسات الصحفية القومية ومساندتها، وارسال رساله للعاملين بيها ان ما فيش تصفيه ولا بيع ولا دمج لهذه المؤسسات، وان الهدف الاساسي ان المؤسسات دي تقف على رجليها ويتم اعاده هيكلتها وتطويرها وتحديثها، وان المؤسسات دي تعتمد على نفسها بدل ما تمد ايديها للحكومه يعني. طب هل في مشاكل يعني جوهريه بتواجه مؤسسه دار الهلال بتهدد هذا الكيان؟ يعني من الممكن الدولة تتدخل بشكل أو بآخر؟ طبعا في مشاكل كبيرة للمؤسسات الصحفية القومية، بالذات ما يسمى مؤسسات الجنوب. في ديون متراكمة بمبالغ ضخمة جدا جدا. الديون دي لدى الجهات الحكومية دي عايزة ديون في وقت المؤسسات الصحفية ما معهاش، وديون تراكمت 30 سنة الجهات الحكومية تراخت عن تحصيلها، فجاية تطلب تحصيلها دلوقتي، هي فلوس بالمليارات على المؤسسات الحكومية. بالنسبة لدار الهلال عليها فلوس، عليها فلوس للتأمينات وللضرائب. التأمينات جاية تطلب فلوسها دلوقتي، الضرائب جاية تطلب فلوسها دلوقتي. الأموال تقدر بقد إيه يا أستاذ غالي؟ هي دار الهلال حوالي 800 مليون جنيه. يعني عليها حوالي 800 مليون جنيه، ده فجأة جايين يطلبوها. طب كنتوا فين يا حكومة خلال 30 سنة؟ كنت فين يا تأمينات خلال 30 سنة ما حصلتيش ليه؟ جاية تحصلي فجأة ازاي؟ طب السؤال هنا، انا معلش بلحق بالاسئلة لان الوقت بيمضي بسرعة، عندنا موجز انباء بعد حوالي دقيقتين. مطالبكم في دار الهلال اسقاط الديون بشكل كامل ولا جدولتها، ولا ايه المطلب اللي فيها؟ تجميد الديون وضخ استثمارات عاجلة لتحديث المكن. في الحالة دي نقدر نعتمد على نفسنا وما نحتاجش الحكومة في حاجة. يعني انتوا عندكم كمان مشكلة تقنية او مشكلة لوجستية، ده صح التعبير؟ في مكان كتير في مؤسسات كتيره المكان قديم فيها وتقادم، عايزين استثمارات. سامحني في السؤال ده يا استاذ غالي، يعني ربما البعض يقول انه يعني ما فيش اصدارات لها رواج في 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 السوق المصري او ما شابه، الكوادر الصحفيه غير مؤهله ل يعني انتاج مثل هذه الاصدارات الصحفيه التي ربما تنهض المؤسسه. يعني ردك على مثل ما يقال او ما يثار في هذا السياق؟ احنا دلوقتي كل رئيس تحرير في التغييرات الاخيره دي كله بيجتهد، والمطبوعات الصحفيه في زياده في التوزيع، وبنلاحظ كده في الارقام المشكله، والصحفيين يعني بيبذلوا اقصى ما يمكن، انما في منافسه واحنا بنطور وبنواجه، يعني مش ساكتين واقفين وحاطين ايدينا على خدودنا وبنقول نعم. لا احنا شغالين ومستكتين يعني وبجهد كبير. طيب يعني خدتوا وعود من رئيس الوزراء في هذا السياق ولا يعني انتهت الزيارة؟ رئيس الوزراء في لجنة الاول متشكلة على مستوى كبير، من كان رئيس الدولة طلب تشكيلها. دلوقتي في وعود هنعمل دراسات قبل ما نطلب استثمارات، لان رئيس الوزراء عايز يعرف هتضخ استثمارات فين، عايز دراسات علمية واقتصادية. هنعمل الدراسات دي وهنرفعها للحكومه ان شاء الله، المجلس الاعلى للصحافه اللي هيرفعها بدور الحكومه ان شاء الله. طب مره تانية الدراسات دي يعني متعلقه بتخفيض عدد العماله واعاده تقنين اوضاع الصحفيين؟ لا بص مش هنقرب من عامل واحد عشان بس الامر يكون واضح للجميع، ما بنقربش من العمال، احنا بنطلب تحديث الاستثمارات. احنا بالعكس عندنا عجز في العمال، مش ما عندناش فائض في العمال. يعني دار الهلال سنوات طويلة ما تمش تعيين عمال فيها ولا تم دخل عمالة جديدة فيها، فبالتالي ما اقدرش اقول ان هنقرب من عامل واحد يعني.
أشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى أنه تبقى هذه المؤسسة يعني مؤسسة أيضا رائدة في التنوير وفي العمل الإعلامي والصحفي. الأستاذ غالي محمد رئيس مجلس إدارة دار الهلال، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نتحول الآن لمتابعة أهم أخبار الساعة من خلال موجز الأخبار مع الزميلة إيمان منصور. نجدد التحية بحضراتكم، وموضوعنا دلوقتي هو يمكن موضوع الساعة، تجديد الخطاب الديني. في هذا الإطار أعلن أو أقرت وزارة الأوقاف صالون الأوقاف الثقافي إن هو ينعقد بشكل دوري بشكل أسبوعي. هدف هذا الصالون الثقافي، ويمكن صالون ثقافي تابع لوزارة الأوقاف، يمكن بتثير التساؤل في إطار مواجهة الفكر بالفكر، الحجة بالحجة. فكرة وزارة الأوقاف لتطوير الخطاب الديني جاءت يمكن بعد دعوات كثيرة بشأن ضرورة تجديد الخطاب الديني. وزير الأوقاف الحقيقة قال أن الخطاب الديني الإسلامي بيواجه ثلاث معضلات. الثلاث معضلات هما الجمود، وفي الوقت ذاته الخوف من التجديد والتردد، والخطر الثالث هو السطو على الثوابت. هذه المخاطر الثلاثة التي والمعضلات اللي بيواجهها الخطاب الديني هي موضوع لقائنا النهاردة ووقفتنا الحوارية الرئيسية في حلقة اليوم من القاهرة مع الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وأحد المحاضرين في هذا الصالون الثقافي لوزارة الأوقاف. بشكر حضرتك لوجودك معنا. أهلا بكم دكتور عبد الله. نعم. وقبل الحديث عن أمور متعلقة بتجديد الخطاب سيستمر معنا لسنوات نتواصل في الحديث، ربما بالأمس القريب أيضا كان هناك حلقة نقاشية هنا في القناة تحدثنا في هذا الموضوع مع ضيوف كرام أيضا، ولكن للفكرة التي يعني تبنتها وزارة الأوقاف بهذا الصالون ملامحها إيه وماذا سيكون على أجندته؟ يعني تبسط الفكرة للسادة المشاهدين، ولأي مدى سيكون عنصرا فاعلا فعلا في تجديد الفكر الديني وتجديد الخطاب الديني لدى عموم المسلمين؟ هو الفكرة يعني أشبه بنوع من مذاكرة العلم بين مجموعة من العلماء وبين أيضا علماء وزارة الأوقاف، لأن الأئمة الذين يقومون بالخطابة ويقومون بالدعوة في وزارة الأوقاف هم أيضا من حملة الخطاب الديني الذين يجب أن يكون لهم رأي وأن يكون لهم دور في النقاش، وكما يقولون إحياء العلم مذاكرته. يعني إحنا أمام مشكلة بتحتاج إلى تدارس أوجه المشكلة المختلفة، وذلك بغية إيجاد حلول لها. والمشكلة ليست سهلة، وإنما هي مشكلة بتحتاج إلى العلم النظري المستنير الذي يتبصر معايب الماضي ومثالبه ويحاول أن يجدد وأن يتناول الفروع الفقهية التي لم تعد ملائمة لعصرنا. مش التطوير لا يتطرق إلى المصادر، لا يعني إلى الكتاب ولا إلى السنة، دي مصادر ثابتة. مثل هذه الصالونات معذرة ستكون أشبه بأحاديث غرف مغلقة لا تخرج للجمهور، لا لأنه يعني في النهاية أو المحصلة الفكرية في النهاية ستخرج في شكل قرارات أو ما شابه. لا ليست قرارات. ربما المتلقي الوهلة الأولى تخيل أنها حلقات نقاشية عامة والجمهور مدعو للحضور وما شابه، لكن يفهم من سياق حديث حضرتك أنه حديث العلماء. يعني لا، هو الدعوة أولا النقاش بيبقى بين العلماء، ومن أراد أن يحضر من الجمهور الباب مفتوح ولا يمنع أحد عن مجلس علم، وبالتالي هو لأن الأمر يعني أمر تخصصي وأمر علمي ولا عام يمكن لأي إنسان أن يمارسه، بل ربما كان العموم. بس ربما طرح بعض القضايا، أنا آسف ما طرح حضرتك بس على استجلاء الموقف فقط، يعني ربما طرح بعض القضايا النقاشية للعلن أو العموم الناس ربما يعني يكون مردودها سلبي بشكل أو بآخر. لا، خاصة يا دكتور أن في بعض الموضوعات ربما تكون يعني قضايا بتثير فتن بإثارتها. يعني أحيانا بيأتي أحد الدارسين ويسأل في موضوع ربما يكون مهجور في كتب الفقه، ويثير هذه القضية بتعمل يمكن بلبلة في الرأي العام، وأحيانا بيبقى مردودها سلبي. زي مثلا يعني لعلك تقصدي المواطنة أو العلاقة بين لا 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 خالص، يعني مثلا يعني قضية يعني أحد القضايا أثيرت مؤخرا أو يمكن من سنتين كانت موضوع بول الرسول مثلا، أثارت الكثير من الجدل عندما طرحت، وهي أمر يعني مش هي قضية يعني تستحق كل هذا. المتحدث في الدين
يجب أن يرقى بذوقه إلى مستوى أذواق الذين يتلقون عنه. يعني ليس كل إنسان يتقبل تصرف معين من تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام، مش لأن التصرف معيب حاشا لله ولرسوله، وإنما لأن مستوى من يخاطب بهذا الأمر ربما لا يرقى إلى إدراك سر هذا التصرف أو مغزاه أو الوقوف على وجوه الحكمة فيه. ولذلك جاء في الأثر خاطب الناس بما يعرفون. إذن هنا في موضوع الصالون الثقافي ده حاجة شخصية على فكرة للداعية، يعني في حاجات، يعني في أسلوب يمكن أن يعبر الداعية بأسلوب لطيف يوصل إلى الهدف المطلوب. كثيرون ينقلون الأثر صحيح وفقا لما جاء به ألفاظه، ولكن ليس عنده القدرة أن ينتقي من الألفاظ التي تعبر عن هذا الأثر بطريقة لا تسيء إلى الدين ولا تسيء إلى الصحابة أو إلى التابعين. وحرم مثال، يعني مثلا الأثر المشهور اللي كلنا نعرفه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يتجول في المدينة وجد رجلا من أهل الذمة مريض وكبير السن، يسأل الناس الحاجة ويسأل، يعني مريض وكبير السن وفقير ويسأل الناس الكفاف أو الحاجة التي يتقوت بها، يعني به كل هذه المعايب ومن قبل ذلك ومن بعد أنه يهودي. نعم. فتيجي الرواية تقول فضربه عمر بن الخطاب على قفاه. الأثر مروي بهذا بهذه اللغة. طبعا ضربه على قفاه، هذه مسألة الذي لا يفهم حقيقة الموقف ولا يتبصر حقيقة اللغة يقول إن عمر بن الخطاب ده هذا رجل قاسي، لأنه واحد بيسأل الناس ويسأل الطعام ومريض ومسن وأيضا من أهل الكتاب، يعني كأن في هذا التصرف احتقار لأهل الكتاب وهم في هذا الوضع الضعيف الذي يقتضي الرحمة والشفقة. وبعدين حكاية الضرب على الأفا لها مدلول في الأفهام الشعبية لا يتقبلونه بالطريقة التي يحكي بها الراوي. نعم. وحقيقة الأمر أن عمر بن الخطاب لم يضرب، ده هو ربط على كتفه كأنه يلاطفه كأنه يحنو عليه. شوفي عدم الذوق في صياغة اللفظ، انتقل بالأثر من المعنى الذي يمكن أن يؤديه ويدل على رقي الخليفة ورقي الإسلام ورحمته. صحيح. إلى هذا الموقف المشين، وهي لغة يمكن أن يعبر عنها الداعية بكلمة حتى من عنده، لأنها ليست توقيفية. يعني التعبير عن هذه الآثار ليس تعبيرا توقيفيا، وإنما هي اجتهادات شخصية يمكن أن يكون للتعبير الشخصي للداعية إذا كان عنده تذوق للألفاظ وتذوق للمواقف يمكن أن يوصل الفكرة بدون طب إسراح. حديث العلماء مع بعض يا دكتور في الصالون الثقافي وفي نفس الوقت عموم الناس لو حضروا سمعوا هذا الحديث، ربما اللي حيفهم ما بين العلماء ما بينهم وبين بعض هيكون مختلف عن اللي حيوصل لعموم الناس، وربما يكون منهم بسطاء. فكرة الصالون الثقافي بهذا المعنى، هل هو يعني الخطاب اللي حيتم خلاله ما بين العلماء وما بين الدارسين وبين المتخصصين لو سمعوا ناس تانية وهي حاضرة هذا اللقاء ربما يكون مردوده سلبي؟ لا، هو حول حضرتك، هو العلم ليس فيه كهنوت، الإسلام ليس فيه كهنوت، وليس فيه أمور تبحث في الخفاء. ده مجلس. نعم. علم، ومجلس العلم بين العلماء يمكن أن تطرح فيه كل الآراء وكل وجهات النظر، خاصة أن ما سيطرح لن يكون أكثر سوء مما طرح، الذين تطاولوا على الإمام البخاري والذين يعني المساءات التي سمعناها بحق أجيالنا وبحق أساتذتنا وبحق السلف الصالح منا، يعني قيل فيها الكثير، وما يقال لن يصل إلى معشار ما قيل عن هؤلاء الأئمة الأعلام. فهي المسألة نوع من المكاشفة الحقيقة، ونوع من المكاشفة برضو التي يحكمها الأدب في التناول ورقي الذوق في اللغة التي يجب أن نتعامل بها مع الناس. الإسلام بحاجة إلى لغة صحيحة ولغة رصينة ولغة مهذبة توصل للناس. مشكلتنا أن بضاعتنا جيدة كما قال الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، ولكننا نسوقها بأسلوب قميء كريه كالذي يبيع الجوهر ويبيع الذهب ويبيع الدرر في لفافة فيها خضر أو فيها شيء لا يتقبله النفس. مسألة الكلمة الطيبة وإن الكلام يصل بطريقة يتقبلها الناس، هذه مسألة أساسية وربنا جعلها من الواجبات. وقولوا للناس حسنا،
والله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يعني كأن وسيلة الخطاب التي يجب أن يصل إلى الناس لابد أن تكون حسنة، ولا بد أن تكون خالية من البزاءة، ولا بد أن تكون أيضا فيها حكمة، لأن الله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة هي أن يصيب القول مكانه في قلب المستمع، بحيث أن أنا أديله المعلومة بالكلام المهذب. طيب في ناس يتكلموا عن العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة بطريقة فيها غباء وحمق، كأن الذين يجلسون أمامهم لا يفقهون شيئا عن هذا الأمر، مع أنه أمر معلوم بالجبلة وبالفطرة. الله عز وجل حين تكلم عن هذا الأمر في القرآن الكريم علمنا كيف نتناول هذه الأمور الخاصة التي يمكن أن يكون الإفصاح في ذكرها فيه خدش للحياة أو خدش للشعور، فيتكلم عن المباشرة وعن الإتيان وعن المساس وعن اللمس وعن أساليب كلها تدل على المطلوب، ولكنها تعبر عنه بطريق الإيحاء. بعض الناس لا يكتفون بهذا الأمر، وإنما يعبرون عن المسألة تعبيرا كأنهم يعرضون فيلما مجسدا لهذه المسألة. يجب أن يكون هناك ذوق في تقديم الإسلام إلى الناس. يجب على كل داعية أن يفكر في اللفظ الذي سيقوله، لأن أنا ممكن أقول لفظ يعني قاسي جدا يضيع الغرض النبيل الذي جاء من أجله الإسلام. يعني كثيرون يفسرون الأمور تفسيرا أو حتى يتلون الكلمة وهم يعبرون عن معنى جميل بأسلوب قبيح، فيضيع المعنى المقصود من الدعوة. دكتور عبد الله، المسألة على فكرة ذوق شخصي، ولا يعني هذا أمر يتعلمه الناس من البيئة التي تعلموا فيها، من تعلم الأدب الرفيع من أهلهم. يعني بنجد علماء هذه مسائل ربما لا تدرس، الأدب وأدب التخاطب وحسن الكلام والكلام الحسن، هذه مسألة ربما تكون موهبة ذاتية أو موهبة شخصية في الإنسان يجب أن تنمى ويجب أن يلتفت إليها. وإن احنا على الأقل إذا كان في الإنسان جانب سيء من هذه الناحية ننقي هذا الجانب وننميه ونظهر الوجه الحسن في هذا الإنسان. ليه ده ما يبقاش منهج، يعني جزء من ما يتعلمه الداعية أو الدارس في الأزهر إن هو كيفية توجيه الخطاب للآخر؟ شوف هقول لحضرتك حاجة، وفي مشكلة في التعليم والمشكلة قديمة اللي هي مشكلة الحفظ والصمت. يعني هو اللي بيقول إن ضربه عمر بن الخطاب على قفاه دي، لماذا لم يستطع أن يتحرر من أسر هذه العبارة المسيئة؟ وكثير يعني فيه أمثلة كثيرة جدا جدا تدل على معاني طيبة، يعني آثار تحمل معاني طيبة، لأن الإسلام الحقيقة ليس فيه شيء يدعو إلى سوء الأخلاق أو إلى البزاءات أو إلى الأخلاق الرديئة. الإسلام كله كمال وينشد الكمال للإنسان وللمجتمع وللدنيا كلها، وبالتالي فيه آثار كثيرة جدا جدا. سوء التناول بيغير المفهوم الذي ترمي إليه هذه الآثار ويقدمها بطريقة قميئة ويجعل الناس يتسرعون في فهم هذه الأمور. يعني كثير من الناس يسألوا يقولوا الله ده التصرف ده ممكن يدي إيحاء بمعنى قبيح أو بمعنى غير أخلاقي أو بمعنى مسيء، لكن لو فهموا العبارة وفهموا الموقف لاستطاعوا أن يعبروا عنه بأسلوب حسن يوصل إلى المطلوب ويتلاشى هذا. لأن اللغة على فكرة صناعة المجتمع، يعني صناعة الزمان. في بعض الأزمنة بتبقى اللغة فيها من القوة وفيها من الألفاظ التي تعبر عن واقع ربما لا يكون موجودا في وقتنا. وبالتالي يجب أن تكون اللغة، واللغة بنت البيئة كما يقول علماء اللغة. فاللغة دي مهم جدا جدا، وهي من أعظم نعم الله على الإنسان أن يوفقه الله في نعمة البيان، بحيث أنه هو يوصل الفكرة بأسلوب حسن. كثير من الناس يوصلون أفكارا طيبة ولكن أسلوبهم في التوصيل رديء وقبيح، ويجعل الإنسان يعني كثير من الدعاة يقولون كلام يعني الإنسان يحتار في مدى قدرة هؤلاء على تذوق المعاني وعلى تذوق الموقف في ذاته، لأنه يجب أن يكون مقتنع بالموقف وأن يعبر عنه تعبيرا صحيحا. أنت يا دكتور عبد الله، مشكلة التعليم هنا يعني ستطال الداعية والمجتمع والمتلقي أيضا، لأنه يعني مشكلة التعليم هي مشكلة مجتمع، وده هيقودنا لعل في سياق حديث حضرتك أشرت أنه الإنسان ابن بيئته. نعم. هنا المشكلة اللي عليها تكون أكبر، بمعنى أن أنت بتواجه عقلية مجتمع كامل، مش فقط الدعاة، لا أيضا المتلقي أو جموع المتلقي الناس أيضا، بس الداعية والمتعلم والعالم، العالم والمتعلم. ده احنا كان علماءنا يؤلفون في التعليم وفي العلاقة بين الأستاذ والطالب كتب يعبرون عن هذه العلاقة ويبينون آدابها.
كيف يجب أن تكون أو ما هو الشكل الذي يجب أن تكون عليه العلاقة بين الطالب وبين الأستاذ. والإمام الغزالي عليه رحمة الله ألف كتابا عنوانه أيها الولد. هذا الكتاب يبين ضوابط العلاقة بين الطالب وبين الأستاذ بأسلوب إزاي أن الأستاذ يعامل الطالب معاملة الأب لولده. وربما يكون الأستاذ أحنى على الولد من أبيه. ده صحيح، لكن أنا عايز أخذ حركة لمساحة أنه يعني إمكانية تغيير فكر مجتمع. الآن أنت بتواجهه مجتمعات أو أجيال وراء أجيال ربيت على هذا النحو. نعم. وأصبحت الآن يعني تشكل وجدان المجتمع الإسلامي سواء في مصر أو في دول أخرى. فكرة تغيير هذه الحالة العقلية هل هي من السهولة بمكان؟ ربما المسألة تختلف. من السهل حديث العلماء مع بعضهم البعض يعني هناك هامش. لا من السهل بس بشرط إيه؟ بشرط أن يكون الأستاذ على وعي. يعني لو حتى لو الكتاب فيه كلمة يمكن أن يساء فهمها. في أضرب لك مثال، في بعض كتب التراث لما بتتكلم عن ضوابط الاختيار في الزواج، في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لجمالها ونسبها وحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين ثربت يداك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيجي بعض الشارحين لهذا الحديث يقول، وأنا قرأت هذا الشرح وسجلته من ضمن الأمور التي يجب أن تؤخذ في الحسبان من الدارسين الذين يدرسون شرح الأحاديث أو أحاديث الأحكام ويبينوا المعنى الحقيقي لما قاله الفقهاء السابقون. يجي الفقيه ياخذ آيات، ياخذ دلالة الحديث على الحكم أو ما يؤخذ من هذا الحديث من الأحكام، فيقول ما يلي: يستحب في من يختارها الإنسان زوجة له أن تكون جميلة، ويقول لأن الجمال يقصد بالجمال وكذا وكذا، وأن تكون حسيبة، وأن تكون متدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يجي بين قوسين كده يقول إيه: بلا أم. وفيه أحد كتب بلا أم، بلا أم، يعني يجي بين قوسين كده ويقول بلا أم. لما تقعدي تتأملي في هذا الموقف، هو طبعا الذي الفقيه اللي كتبه هو بيعبر عن رأيه الشخصي في بيئة كان يعيش فيها، وهذه البيئة تردد ثقافة إن البنت إذا كان لها أم فالأم بتوعيها وبتقول لها خلي بالك من كذا أو كذا، وربما يكون في ذلك انتصار لثقافة الزوجة أو البنت وفكرها على ما يراه الزوج من الأعراف التي ترى أنها لابد أن يعني تكون. هو جاء منين من الحديث يا دكتور؟ لا هو اجتهاد شخصي، هو لم يأتيه من الحديث وإنما قال بيستحب، بيقول على المستحبات. وهو لما بيبحث عن المستحبات بيرى أن الاستحباب في نظره هو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى استمرار العلاقة الزوجية من غير مشاكل. ربما يكون رأيه ده كذلك، يدخل في باب يعني ده في الحاشية، هذا في الحاشية ليس من الحديث وليس له دليل أو مستند، وإنما هو اجتهاد لفقيه في مرحلة من المراحل، ربما يكون من 3 قرون أو من 4 قرون، وهو يرى فكرته هكذا. نعم. إن وجود الأم ربما يكون لأنها أكثر حبا للبنت وغيرة منها وأنها وغيرة عليها، وأنها ربما لا تتحمل من زوج البنت إنه هو يسيء إليها فيقول إيه. طب هذا طبعا كلام لما أجي أنا كشارح للحديث، يعني افرضي إن بنت ليس لها أم أو أن فتاة لها أم وقيل أمامها هذا الكلام لابد أن ذلك سيؤذيها، إنما تجد أستاذ ليس عنده دراية بهذا الأمر